الأفضل أنه نحن نقلل نسب السكر اللي بنتناولها تدريجياً لحد ما نوصل إلى الانقطاع التام عن السكر. زيادة تناول السكر مرتبط بالعديد من الأمراض المزمنة، ومن ضمنها السكري من النوع الثاني، البدانة، أمراض القلب، السرطانات المتعددة، أمراض الكوليسترول، وحتى الالتهابات المزمنة اللي بتصيب الجسم. الانقطاع المفاجئ عن السكر للأسف بيؤدي إلى أعراض جانبية عديدة، بيصعب للشخص أنه يلتزم بهذا النظام الغذائي. عشان هيك الأفضل أنه نحن نقلل نسب السكر اللي بنتناولها تدريجياً لحد ما نوصل إلى الانقطاع التام عن السكر. إليكم 5 طرق ممكن نتبعها لنقلل من تناول السكر تدريجياً. أولاً، نبتعد عن المشروبات الغازية والعصائر اللي بتحتوي على نسب عالية من الهاي فركتوز كورن سيرب اللي بيؤدي إلى ارتفاع مفاجئ بالمؤشر الجلايسيمي بالجسم. ثانياً، نستبدل الحلويات المليئة بالسكر باللبن، بالفواكه المجففة، التمر، أو حتى قطعة من الشوكولاتة اللي بنقدر نعرف قديش السكر اللي فيها. ثالثاً، نبتعد عن الصلصات اللي بتحتوي على نسب عالية جداً من السكر المخبأ، وخاصة أنه الأطفال بحبوها. ورابعاً، نتناول كميات كافية من البروتين اللي بتقلل من اشتهاء السكر للجسم. وأخيراً، نبتعد عن المشروبات المنزوعة من الدسم. عادةً انتزاع الدسم من الأكل بيؤدي إلى تعويض الطعم بزيادة مستويات السكر أو النشويات بالمأكولات. خلينا ننتبه لنسب السكر اللي عم نتناولها ونسب السكر المخبأة، وضروري جداً نقرأ اللوائح الغذائية لحتى نضمن كميات قليلة من السكر بنظامنا الغذائي.